السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة جاندلس. بالنسبة لأولى وتانية ثانوي اللي ظهروا نتائجهم النهاردة، بشرة خير إن شاء الله اللي أي حد ظهر نتيجته فهو ناجح ومن كل الصف اللي بعده سواء أولى ثانوي أو تانية ثانوي. طب بناء على إيه بنقول الكلام ده؟ بناء على النتيجة دلوقتي ظهرت قدامك، هيظهر عندك العمود اللي كان فيه مشكلة بقى باللون الرصاصي. الدكتور طارق وبيظهر قدامكم أهو، قال أي نتيجة تظهر، أي نتيجة تظهر فهو معناه ان صاحب النتيجة ايه؟ ان صاحب النتيجة ناجح ومنقول للصف اللي بعده. هو اللي قال كده ايا كانت النتيجة، اتقالت على اليوم السابع واتقال الكلام ده كتير، وقلت الكلام ده قبل كده وقلناه يعني كذا مرة. هو بنفسه التعليم قال كده لطلاب اولى وتانية ثانوي، من ظهرت له نتيجة فهو ناجح ايا كان محتواه. بالإضافة إن الدكتور طارق شوقي كان كاتب على صفحته طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، كل من ظهرت نتيجته أيا كانت الدرجات أو الألوان فهو ناجح إلى الصف الأعلى، ومن حجبت نتيجته يرسل إلينا وصف للحالة على رابط اللي احنا قلنا عليه. وفي ناس بعتت الشكاوي وتم الرد عليهم بالنتيجة اللي ظهرت قدامكم دي، إن كل الطلبة ناجحين، إن كل الطلبة إيه؟ ناجحين. وإحنا لسه مستنيين برضو تأكيد من الوزارة باللي بيحصل، النتائج كلها ظهرت للناس وايه اللي حصل. طب النتيجه دي معناها ايه؟ معناها مؤقتا الى الان كله ناجح، وان شاء الله تزوروني في اي جديد او اي حاجه هتظهر، يا ريت اي حد يقول لي، واي حاجه هتظهر هقولها لكم على طول. بالاضافه في نداء من شمال سينا، كلهم كان حصل عندهم مشكله في السيستم في قطع الكهرباء لما كانوا بيمتحنوا الجغرافيا فنتيجتهم ما ظهرتش. ده نداء للدكتور طارق شوقي، يا ريت كل شمال سينا، كل سينا تنجح كلها، لانهم هم دول في ظروف استثنائيه ودول اهالينا. ان شاء الله كلكم ناجحين اولى وثانيه ثانوي، ان شاء الله محدش هيسقط فيهم خالص، كله ناجح ان شاء الله. دي بشرة بزفها لكم، ان شاء الله ان شاء الله كله ناجح حتى ايا كانت النتيجه ظهرت له، ايا كانت النتيجه ظهرت له. ويا ريت برضه طلاب شهادة المنازل سواء أولى ثانوي أو تانية ثانوي كلهم إن شاء الله يكونوا ناجحين، لأن هم عاملين أبحاث وأي حد عمل بحث إن شاء الله يتم نجاحه. وألف مبروك برضه لطلاب المنازل كلهم ناجحين إن شاء الله، وربنا يكتب لكم الخير في أي وقت. أي حاجة هنلاقيها، أي حاجة هتظهر هنسيبها لكم على طول في قناة أجيال أندلس. وألف ألف مبروك لكل الطلبة والطالبات سواء أولى ثانوي أو تانية ثانوي، ربنا يا رب يساعدكم ويحفظكم. رب اللهم احفظ مصر والمصريين، وربنا بس يعدي على خير لاخواتنا واولادنا وحبايبنا في ثالثه ثانوي اللي احنا طالبنا بالتاجيل كتير، لكن مفيش فايده. هننتظر لو في جديد برضه اقول لكم عليه اول باول، وربنا يكتب لهم الخير. قولوا دايما امين وادعوا لهم. اللهم احفظ مصر والمصريين، مع الف سلامه.